السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه سوبر ديزيد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على السيد الحاج محمد راوراوا، وين يقرر العوده للاتحاديه الجزائريه لكره القدم. يعني وين كي نتكلموا كيما هكا كي نقول انا نقولوا الحاج ما راش نجيبوا في غول ولا واحد براني على الجزائر ولا جزائري 100%، جزائري 100%، ابن الجزائر، ابن الميدان، ابن الدولة، كومبيتون ابن الدولة. ناس اللي الناس هادو اللي راهم يحوسوا كيفاش داروا كلش باش يحوسوا على باش يوسخوا الصورة تاعو. واحد يهدر كل واحد وينبح نبحة يعني مملة تاعكم حضرتكم هذه. صحيح الحاج صحيح كي بغا يجي هذه متالي كاع كي بغا يجي. هذوك تما غادي غير هذوك تما غير راهم يا صحيح الحاج قالوا الحاج وانتم عليكم خايفين حيا ديالكم خايفين منها علاه غادي بغيتو تجيو نتوما الحاسم ياكم ها كونطرا تاعكم تاك 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 اي تربحوا ولا حنا شاهدنا باللي واحد كلا 500 مليار هو في شباغي ولا صحيح تعاود كل شيء عاود نعاودو منا وقلو وديك كونطرا غادي يشوفوا بها كيفاش تكون كاينه كونطرا خاطر واحد لازم يدي الدراهم على حسب المستوى تاعه على حساب المستوى تاع برك كلش طالع. ويقرر السيد الحاج محمد راوراوا العوده مجددا الى بيت الاتحاديه الجزائريه لكره القدم الفاب حسب ما كشفته مصادر خاصه يعني امسيه يوم الاحد. كان والله لا خليها على ربي كان على بالنا من مصادر موثوقه. ماشي الحاج انا الحاج ما نعرفه انا هو باك ما يعرفنيش انا حنا نعرفوه تروح تامر راشدي راوراوا يعرفوه وشاهدنا كاع الشعب فرحان جماهير حقيقيه المنتخب الوطني كاع فرحانه خاطر يعرفوا القيمه تاعو ما نشوفوش ما يعني دجاج المواقع دجاج المواقع حنا ما نديروش عليها دجاج المواقع يعني راك تشوف كيفاش دعموا خطره دعموا زبيزف شو زبيزف زيد واقفين مع هذا المقدس شو المقدس لا كوب دافريك لا كوب ديمون يعني الحاجه اللي يهدر بها ما حققهاش وان شاء الله هو ما يكونش يعني غادي ما يكونش هو ان شاء الله بربي خاطر راهم جايين غادي يجيبوا دي تي اس جديده يجيبوا منا اللي يتحاسب هاو غادي يجيبوا لي حاسب وكاين بزاف امور في العقد غادي تنقلع ويزيدوا كاين شي صوالح ينقلعوا شي صوالح يزيدوا. وبعد جدال كبير والذي أثير مؤخرا حول وضعية الفاب والتي تنذر بمستقبل بشكل خطر على كرة القدم الجزائرية قررت أطراف فعالة إقناع السيد الحاج بالعودة مجددا للاتحادية الجزائرية للعبة. ولم تقتنع تلك الأطراف الفعالة في الساحة الكروية الجزائرية بأشخاص الذين كانوا يخططون للترشح لمنصب رئيس الفاب وقرروا إقناع السيد الحاج بالعودة. وأثر الصراع الرهيب في الكواليس لرئاسة الفاب حسب آخر التسريبات وعدم إيداع أي ملف لدى لجنة انتخابات الممددة الفاب فترة إيداع الملفات لمنح الفرصة للسيد الحاج من أجل تحضير نفسه للعودة للاتحادية الجزائرية. وكان الرجل الحديدي موجود في السعودية مؤخرا لارتباطه بمهامه كعضو في الاتحاد العربي المشرف على بطولة الأندية العربية والتي انتهت أمس السبت، ما يعني عودة الحاج إلى الجزائر لتحضير ملف ترشحه. بعد ما تم ترويج لعودة السيد الحاج إلى رئاسة الفاب وين شاهدنا وين حافظ الدراجي وين يكشف الحقيقة. نقول لكم بلي ودي راهي بانت راهي صحيح هي المليحه وصحيك مليحه لنا مليحه لاي مناصر منتخب وطني خاطر علاه ملينا من هذو الناس هذو الناس ما خدموش
كاين لي بزاف كان يقول لي نتايا كيفاه يا ودي ما نسيبورتيش انا واحد على بالي بلي غيدي في الدراما 500 مليار نتايا في 5 سنين تاعك ما هابيل ولا ما كان تا فايده 500 مليار بلا الناس اللي كانوا يدوا الاموال غوستروات يعني لي ستاتي صوالح زادوا تجنيس اللعابه تاشي صوالح راحت 500 مليار صح. وين 500 مليار هذه غير واحد برك هذه باينه 500 مليار باينه بلا امور وحده اخرين خليهم كاينين تحقيقات هم كاينين ناس كملوا التحقيقات تاعهم خلي تيفاجئوكم فانيك مفاجآت انا نقول لكم ولم تبصر مصادر موثوقة اذ كانت عودة السيد ستكون لرئاسة الجزائر او لمرافقة المكتب الفيدرالي والاستفادة من خبرته كثير خاصة على الصعيد الافريقي ومن مؤكد استناد لتسريبات تلك المصادر ان عودة السيد الحاج الى الفاب ستكون لانهاء عهدة الاولمبية الحالية والتي تبقى منها عام ونصف وبعدها سينضج يعني سيتضح ان كان سيواصل او ينسحب مجددا واشار المصدر يعني السابق ان احتمال تحضير وليد صادي لرئاسه الاتحاديه الجزائريه لكره القدم بعد نهايه العهده الاولمبيه هذه تاع 4 سنين هذه على هذيك نقولوا بلي السيد الحاج محمد راهو يعني جاي يخدم بلادو جاي يخدم بلادو مشى جاي جيعان مشى جاي حاقد راه جاي يخدم بلاده ما راه جاي جيعان ما جراش عليها لولا الناس في السلطه يعني اتصلوا به وكلش مشي غير هكا يعني ماشي جا طلاب ما جاش طلاب هذه هي ونقولها لكم ونعاود الجماعة هادو الجماعة هادو الناس هادو تنتظرهم أيام أكثر من عسيرة أنا نقولها لكم والله لا أكثر من عسيرة والله العظيم باش ندخلكم ليه في لسانكم وهي المشروع تاع لي دايره الرحمن الرحيم شفتو على الخيانة الكبيرة تاع 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 الجنس وفي الغاشية والله العظيم ما نطعقلكم عليها إن شاء الله بربي ما نطعقلكم عليها تاع التجنيس علاه والله العظيم ما غاديش نسكتو لكم عليها ان شاء الله بربي والله ما نسكتو عليكم خات خيانه كبيره قال له الدالية عندي في الدار والعنب عند جاري الدالية هنا والعنب الناس تاكل في العنب في قطر بالمقلوب ها نحبسوها لكم انا نقولها لكم وما الحبس والله العظيم ما انا ساكتين عليكم موتي بزاف نقولكم هذه هي المهم احنا كيما يقول لك الحاج محمد راهو كيف في طوع ينظف يعني ينظف البيت يعني بعد ما الفساد الكبير ناس فزدت ناس ما حشمت ناس خونوا نورمال هذه لازم لهم هذو لازم لك كان لازم كيما هكا كان لازم كيما هكا متالي كاع هذه هي لازم هذو الناس ما الله غالب عندنا خيارات عندنا رونار عندنا زيدان عندنا مانشيني عندنا خيارات كبار يا حسره مشي عجبته يقلع يروح
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.